قلتي لي ان الاعلام هو اللي قتل سعاد حسني وفسرتي بالكلام اللي كان مش حقيقي اللي بيتكتب عليها. نجاة الصغيرة كان ليها مصالح شخصية، عايزة سعاد ترجع عشان تلمع صورتها مش عشان خاطر سعاد. ماهر عواد، علي بدرخان قلتي ملوش دعوة. لا حرام، ماهر عواد ده كان كل ما سعاد تكلم ماهر عواد لازم تعيط، لازم بعد ما يقفل السكة تقعد تعيط بالساعات. وبعدين انا في حاجه مش قلتها قبل كده، سنه 92 لما رحت مع سعاد باريس عشان عمليه ظهر. ظهر سنه 92. كنا بنتكلم وبتاع، وحصلت كده مقابله، ف كان هترجع مصر وتسيب ماهر عواد. فسعاد لما تبقى عايز تعمل حاجه بتحكي كتير فيها وبعدين بتستوب لانها مش بتحب التغيير. لما بتحب تعمل حاجه بتقعد تتكلم بتحكي لك عليها كتير وهعمل وهعمل وبعدين فجاه شي ستوبس يعني. فقلت لها عيشو يعني خلاص هتطلقي من ماهر عواد؟ قالت لي اه، ايه يعني، هو ورقايه وهنقطعها. لما رجعت مصر بقى كانت كاورد يعني مش بتحب التغيير سعاد، فكملت مع ماهر عواد. لو كانت فعلا رجعت من ال 92 من باريس وخلصت مع ماهر عواد مش كان بقى سعاد حسني انتحر. I doubt it very much. يعني ماهر عواد كان سايكولوجيكالي سعاد حسني السابق قتلها نفسيا. نفسيا طبعا بوظها خالص في الاخر قوي. مين اقرب لسعاد، انتي ولا اخواتها، انتي ولا جان جان مثلا؟ جان جان، جان جان ابعد ما تكون عن سعاد والعيله كلها. انتي اقرب وذر بقى زي لايك ات اور نوت، انا اقرب واحده لسعاد وكل كلمه قلتيها انا صح. لما المرحومه قررت سعاد حسني انها تنزل مصر كنت انتي موافقه على قرارها؟ كانت محتاجة سمر تايم، وقت أكتر، لأنه كان في برضو appointment doctors appointment وفي بس أنت كنتي موافقة أنها تنزل مصر؟ بالطريقة دي لا، ما كنتيش لا موافقة. بالطريقة دي لا طبعا، لازم كنتي عايزة شكلها يتظبط أكتر، يفضل سعاد. ادعيتي أن عز الدين حسني شقيق الراحلة وقت استلام الجثمان رفض أن هو يستلم الشنط ومتعلقات المرحومة عكس اللي حصل. ايه ده؟ لا معلش كمان دي قلتي ان عز الدين اخو سعاد حسني وقت ما جه يستلم الجثمان رفض ان هو يستلم الشنط وحاجات بتاعه المرحومه بتاعه اخته. لا انا مش قلت كده. ما قلتيش كده؟ لا 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 لا، انا كل اللي قلته انه هم سابوا انا مع الشنطات ومع الباكن، والباكن طبعا كان لسه الموضوع كل ما لم حجايه يعني بتنهاري خالص خالص. يعني انا يعني اي اكسبكتد توقعت ان هم يجوا على الاقل يعملوا هيلب، يجيبوا هيلب ان هاند يعني ويساعدوا وياخدوا الحاجات معهم، لانه كان معاهم العربيه بتاعت الامباسي ولا الكونسلت وات ايفر. المهم تو ميك ذا لونج شورت، سبقوا انا على الايربورت على هيثرو على المطار. فاضطريت بقى طبعا، انا لسه مش كان عندي تيكت كمان، فجبت ميني باص وحطيت الشنطات كلها في الميني باص وطلعت على الايربورت. رحتي على المطار بالشنط؟ وخلاص اخذنا التيكت هناك وبتاع مش عارف ايه، ودفعت التيكت على فكره. انت اللي دفعت؟ انا اللي دفعت التيكت بتاعي. مين اللي كان لازم يدفعه؟ I don't know. انا مش طلبت من حد يدفع اي حاجه، انا جاست يعني انفو انفو يعني. اوكي معلومه. المهم نزلنا كايرو ايربورت، طبعا حصلت البروبلم دي وبصيت لقيت ماسكيني من هنا وماسكيني من هنا اكسكيوز مي بدو عليها هي اللي قتلت سعاد حسني. وانا يو نو ام ان شوك، مش صدمة، لا بقى يرد ولا عارف انا واخديني فين ولا انا فين ولا خالص. كانت يعني الفنانه سميره احمد هي اللي طلبت من امن المطار انهم سميره عليك. احمد من هنا، نانجي لطفي من هنا، ورجاء جداوي من ورا، والسيد يعني راضي وسهير المرشدي واشرف زكي، ده دول جوه بقى.
ده انذر ستوري. اتقدموا ببلاغ رسمي. ده انذر ستوري. في شبهه جنائيه. طب ليه مش ديدن فولويت؟ يعني لما انتوا بتحبوا سعاد حسني ما تابعوش الموضوع. انت شايفه؟ طب لا مش ولا هما هما بس كمان يا وفاء هما حد كان بيعبر سعاد ولا زعلان عليها؟ قلتي ان سر سعاد حسني هيموت جنبها. لا انا مش قصدي مش مش لا نو 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 اي ديدنت سي ذات. امال قلتي ايه؟ لا امال قلتي ايه؟ انا مش قلت. ما قلتيش كده. نو 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 انا قلت اسرار سعاد حسني هتموت معايا. نو نو اي ديدنت سي سر موتها. نو ام سوري. ليه ما بتفكريش ان دول اهلها ومن كتر حبهم ليها مش قادرين يصدقوا ان بنتهم انتحرت؟ لا لان انا بعرفهم ايه هم. لا هم ايه؟ معلش بقى بعدين سعاد حكت لي انا حاجات عملوها في هي كتير مش حلو. عملوها في سعاد؟ حكتها لي في البيت عندي. قولي لي حاجه. ما عادش اقدر. اوكي عشان خاطر عيونك والله. كانت بتقول لي تخيلي يا ناديه مش بس اخذوا دي اول مره اقول الموضوع دي. طبعا هو ممكن يعملوا بتاع ويقولوا كذابه كذاب زي ما دايما بيقولوا بس God is my witness ده اللي حصل. وبعدين هم عارفين هيعرفوا لما اقول الحكايه دي انها حصلت. تقولي مش كفايه اخذوا شبابي وفلوساتي وكله كمان كسروا مناخيري لف يمين. قالت لي اخويا ساب ستات مصر كلهم ومشي مع شغالتي. ومش قاعد شغلتي كمان قاعد خدمتي. فهم عارفين لو هيشوفوا البروجرام دي انه دي فعلا حصلت وان انا مش بكسب. ودت فلوسها فين التانيين؟ الله اعلم. ما هي كانت بتبعت لماهر عواد يعني. الله كانت بتبعت له لاخر وقت. خليهم يقولوا عليا كذاب برضه. هي كانت على ذمه ماهر عواد لاخر وقت؟ بس ورقه يعني مش جواز. هو سجل الكومن لو مارش بيبر بعد ما سعاد ماتت عشان الورث. انتي وجنجا تعبانين اكيد دلوقتي قوي. انتي تعبانه اكيد من الضغط النفسي اللي انتي شعره بيه. جنجا برضو تعبانه ان حاسه ان اختها وهي بتدور على حقها. لا هو جنجا تعبان من عنده انديجستشن من الفلوسات اللي بيعملها. كلنا بنتعلم في الدنيا واحنا كبني ادمين معرضين ان احنا نخوض في حاجات كتير ونتعلم منها. تجربتك مع الراحله سعاد حسني طلعتي منها بايه؟ اتعلمتي بايه؟ للاسف انا عايزه اقول ان انا حمار كبير مش بتعلم من التجربات بتاعتي ابدا. مش عقلاني شويه ان لما اجي انتحر اقلع شبشبي احطه تحت الترابيزه واطلع من غير الشبشب؟ اللي بينتحر بيرمي نفسه من غير ما يفكر ولا ايه؟ ليه؟ ما قلعت سلسله وقلعت ساعه ليه؟ غريبه. لو حد بالعكس لو حد يموتها مش هيفكر بقى في سليبرز ولا سلسله ولا ساعه ولا اي حاجه تانيه. تفتكري سابتهم لمين؟ ساعتها وسلسلتها قلعتهم يعني لما انا قلع يبقى انا حريصه ان انا عايزه اوصلهم لحد. ليه؟ سابتهم ليه؟ واللاسات اوف كي كان محطوط في بوت كده كريستال في نص الترابيزه. سابت لك المفتاح جنبيهم يعني. ما كتبت لكيش اي حاجه؟ ابدا ابدا ابدا. يعني ما عملتش طريقه المنتحر العادي اللي لا هو يكتب. لا هو كانت عايزه تعمل دراماتيك اند. عايزه تعمل نهايه دراميه تليق بنجوميتها. خلاص بقى يعني. هي سعاد حسني وطز فيكوا كلكم بقى. قلت حضرتك متهيألي وما اعتقدش. مش متأكد من براءة نادية يسري؟ لا مش متأكد. مش متأكد من براءتها؟ شوفي الناس اللي في ايدهم الموضوع اللي لازم نعمل لهم احترام بوليس انجلترا ممثل في المباحث اللي هي سكوتلاند يارد. الناس دول لما بيبقى عندنا ضابط كويس في اي دوله عربيه بنبعته سكوتلاند يارد عشان يتعلم على ايديهم المباحث. فلما بنمسك الحاله بتاعت القضيه بتاعت الله يرحمها سعاد سكوتلاند يارد تحريتها اكدت ان ده انتحار. الطب الشرعي وده مش واحد دكتور معلش عشان ده لجنه من الطب الشرعي بتنتقل بتعاين حسب نظريات علمية طبية معينة. الفرق بين ان حد يكون زقها ورمت نفسها وانها تكون
انتحر.